أخبار اليوم. أهلا بكم في النشرة الاقتصادية الأسبوعية لبوابة أخبار اليوم. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية. تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين، وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها على تراجع في مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 1.15% ليبلغ مستوى 7773 نقطة، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.4 مليار جنيه ليبلغ 413 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 688 مليون جنيه. سعر الدولار يتراجع بالسوق السوداء. تراجعت أسعار الدولار بالسوق السوداء خلال الأيام الماضية، وبلغ معدل التراجع حتى اليوم نحو 110 قرشا نتيجة قيام البنك المركزي بإغلاق 14 شركة صرافة نهائيا. كما نفى البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، وسجل سعر الدولار بالسوق السوداء نحو 9.95 شراء و 10.35 للبيع. أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات في الجرام الواحد. أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات في الجرام الواحد. ارتفعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ بالسوق المحلية بمعدل تراوح بين 10 جنيهات و 20 جنيها للجرام الواحد، وقفز سعر الذهب عيار 21 ل 354 جنيها للجرام، وارتفع عيار 18 ل 303 جنيها، وارتفع سعر عيار 24 ليسجل نحو 405 جنيهات للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 2832 جنيها. التجاري الدولي يمد عرض بلوتون لشراء سي اي كابيتال. وافق البنك التجاري الدولي مصر على تمديد اجل عرض بلوتون المالية التابعة لشركة اوراسكوم للاتصالات المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس لشراء وحدته الاستثمارية حتى 12 من مايو المقبل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وكان البنك التجاري الدولي وقع في فبراير الماضي اتفاقا لبيع وحدته سي اي كابيتال الى شركة بلوتون مقابل 924 مليون جنيه. مذكرة تفاهم بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة تمكين البحرينية. وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية برئاسة سهى سليمان مذكرة تفاهم مع مؤسسة تمكين البحرينية لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتنفيذ برامج تعاون مشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. البنك الأهلي محفظة المشروعات الصغيرة 20% خلال عامين. كشف مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري عن سعي البنك للتوسع في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبلغ نحو 20% خلال عامين على الأكثر، وذلك بعد قيامه بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين. ارتفاع أسعار الحديد ل6000 جنيه بسبب جنون الدولار. شهدت أسعار الحديد خلال الأيام الماضية زيادة كبيرة بلغت نحو 1000 جنيه في سعر الطن الواحد، على خلفية ارتفاع أسعار الخامات والمعادن عالميا بنسبة 15%، والارتفاع الجنوني في سعر الدولار محليا بنسبة 24%، وسجل متوسط طن الحديد في السوق المحلية نحو 6000 جنيه. 500 مليون دولار إيرادات السياحة في مصر خلال الثلاثة أشهر الماضية. قالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصري عدلة رجب أن إيرادات السياحة في مصر بلغت 500 مليون دولار فقط في الربع الأول من العام المالي الجاري. والآن مع الكاريكاتير الاقتصادي للفنان سعيد أبو الهنين. إذا كان فيكوا راجل يطلع لي فوق. برافو هايل. كمان مرة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الاقتصادية الأسبوعية مع وعد بلقاء في الأسبوع المقبل. انتظرونا. شيماء مصطفى.